بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا من أجل أن يتقوى بهم ولا لحاجته إليهم، وإنما خلق الخلق ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو ليس بحاجة إلى عبادتهم، لأنه غني عنهم وعن عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله، فهم المحتاجون إلى العبادة من أجل أن تربطهم بالله عز وجل، ومن أجل حاجتهم إلى الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهم محتاجون إلى الله في الدنيا والآخرة، محتاجون إلى رزقه، محتاجون إلى جنته، محتاجون إلى عفوه ومغفرته، محتاجون إليه في كل حالة، لا يستغنون عن الله طرفة عين، محتاجون إليه في كشف ضرهم وجلب النفع إليهم، محتاجون إليه في حفظهم مما يكرهون. وما داموا محتاجين إليه، فما هي الرابطة والصلة التي تصلهم بالله من أجل أن يحقق لهم المنافع ويدفع عنهم المضار؟ ما هي الصلة؟ ليس هناك صلة إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد هذه الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلما كانت هذه العبادة هي الصلة بينهم وبين الله، التي بواسطتها يرحمهم الله عز وجل ويرزقهم الله ويكرمهم الله الدنيا والآخرة، كانت العبادة إذن هي حق الله على العباد. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر في هذه الآية الكريمة 10 حقوق، ولهذا تسمى هذه الآية آية الحقوق 10. بدأها بحقه سبحانه وتعالى، ثم بحق الوالدين، ثم بحق الأقارب، ثم بحق اليتامى والمساكين، إلى آخر الحقوق. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر وصية لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه، هو يعظه: يا بني لا تشرك بالله
إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال ووصينا الإنسان بوالديه، ذكر حق الله أولاً وهو عبادته وعدم الإشراك به سبحانه، ثم ذكر حق الوالدين. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. فبين صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بين صلى الله عليه وسلم ثمرة هذه العبادة وفائدتها، فقال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فثمرة عبادة الله أنها تمنع عذاب الله، أنها تمنع عذاب الله سبحانه وتعالى، وتجلب رحمته ومودته ومحبته لعباده، فهي الصلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا كان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة أتباعهم إلى يوم القيامة أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل، أول ما يبدأون الأمم وأول ما يبدأون الناس أن يطلبوا منهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض، يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام، أول ما يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا عبادة ما سواه من الأصنام وسائر المخلوقات، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي إذا أدوه فازوا في الدنيا والآخرة. فمهما فعل الإنسان، مهما فعل الإنسان من الطاعات ومن القربات، إذا كان في عنده خلل في حق الله، عنده شرك في عبادة الله، فمهما عمل من الطاعات فإن عمله يكون هباء منثورا لا فائدة منه، لأنه لم يؤسس على أساس صحيح
وعقيدة سليمة، لأنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فحق الله سبحانه وتعالى إذا وجد على الوجه الصحيح، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، صحت جميع الأعمال، ونجا العبد من النار ودخل الجنة. وإن كان عنده تقصير في بعض الأعمال، أو عنده بعض المعاصي التي هي دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا لأنه حقق وأدى حق الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يدخله الجنة على ما عنده من العمل، ولو كان عنده بعض النقص أو التقصير في بعض الواجبات التي يدون الشرك، فإنه مرجو له المغفرة، مرجو له الرحمة. أما الذي أخل بحق الله وأشرك بالله الشرك الأكبر، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا لا مطمع له في السعادة ولا طمع له في الجنة ولا نجاة له من النار. محقق إذا مات على الشرك الأكبر محقق أنه من أهل النار ولن يدخل الجنة أبدا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حرم يعني منعه منعا باتا، حرم الله عليه الجنة، الجنة عليه حرام. ومأواه النار، ليس له مأوى إلا النار، لأن النار دار المشركين، دار الكافرين، أعدت للكافرين. لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى الذي هو عبادته وحده لا شريك له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك
فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هكذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ رضي الله عنه، رسم له منهج الدعوة الذي يسير عليه، وبدأه بالدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على عباده، لأن التوحيد هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي يقوم عليها دين الإسلام. ولا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا سائر الأعمال إلا بعد تحقق هذا الأصل. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة والزكاة بعده، مما يدل على أنه ما لم يتحقق هذا الأصل ويقوم هذا الأصل ويوجد وهو حق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا فائدة من بقية الأعمال مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. فالتوحيد هو الأصل وهو الأساس، والتوحيد هو السبب في مغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكما أن الجنة حرام على المشرك، فإن النار حرام على الموحد. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فالنار حرام على الموحد، والجنة حرام على المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كان كذلك أيها الإخوة، وكان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة وهذا المقام الرفيع، فلماذا لا نهتم بالتوحيد؟ لماذا لا نتعلم العقيدة، عقيدة التوحيد؟ لماذا لا ندرسها وندرسها لأولادنا؟ لماذا لا ندعو إليها وننشرها بين الناس؟ هذا التفريط بهذا الأصل ونسيان هذا الأصل والتساهل فيه تساهل بأصل الإسلام. ولهذا كان العلماء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله كانوا يهتمون بتدريس العقيدة، يدرسونها أولاً ثم يدرسونها لأولادهم ثم يدعون الناس إليها ويبينونها للناس. فأنت إذا جئت إلى مجتمع أو إلى جماعة من الناس وعندهم شيء من الشركيات، عندهم شيء من عبادة القبور والأضرحة، عندهم شيء من أنواع الكفر من السحر
من الشعوذة، من الكهانة، من الأمور التي تنافي العقيدة، فيجب عليك أن تبدأ بدعوتهم إلى التوحيد، وأن تنكر عليهم هذا الشرك وهذه الكفريات. أما أن تدعوهم إلى الأعمال الأخرى، أن تدعوهم إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى النوافل، إلى الطاعات، وهم مقيمون على الشرك، فهذه دعوة خاطئة لا فائدة منها. حتى تبدأ بالأصل وتحقق هذا الأصل عندهم، ثم بعد ذلك تتجه إلى إصلاح بقية الأمور. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يكفي هذا حتى يحقق هذا الأصل، لأن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لكنه يفسد ذلك بالشرك. يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا حسين، يا عبد القادر، يا فلان، يا شاذلي، يا ينادي الأموات، يطلب منهم المدد، يطلب منهم الحاجات. هذا يكون قد أفسد معنى لا إله إلا الله، ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه كالذي يتوضأ ويحدث، يقول لا إله إلا الله توضأ لكن أحدث، هل يبقى وضوءه بعد الحدث؟ لا. فلا إله إلا الله أو شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما هي كلمة لها معنى ولها مدلول. فإذا قال لا إله إلا الله تلفظ بها، فلا بد أن يحقق معناها وأن يعمل بمقتضاها، بأن يترك عبادة غير الله عز وجل، يترك الشركيات، يترك الاعتقادات الباطلة، يترك نواقض الإسلام حتى تنفعه لا إله إلا الله، وإلا فإنها تكون لفظاً لا معنى له. المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فهموا أن معناها أن يتركوا عبادة الأصنام. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لو كان المقصود أنهم يتلفظون بها فقط سهل ذلك عليهم، لكن علموا أن المقصود أنهم يتركون عبادة الأصنام، وأن يقتصروا على عبادة الله، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام. مثل قوم نوح لما قال لهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ماذا قالوا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه معبوداتهم، يقولون لا تطيعوا نوحا
بأن تفردوا الله بالعبادة وتتركوا عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء معبوداتها. فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لكن المغفلين في هذا الزمان لا يفقهون هذا المعنى، فهم يجمعون بين المتناقضات، يقولون لا إله إلا الله ثم يقولون يا المدد يا الحسين، المدد يا رسول الله، المدد يا عبد القادر، المدد يا فلان يا فلان، ويذبحون عند القبور ويطوفون بالأضرحة، يطوفون بها كما يطاف بالكعبة رجاء البركة دفع الضرر، يقيمون عندها أياما كما يقيم الحجاج في منى وعرفات ومزدلفة، يقيمون عند القبور أياما يتعبدون لها ويذبحون لها كما يذبح المسلمون الهدي في منى أيام الحج. هل هؤلاء المسلمون بالله عليكم؟ وهم يقولون لا إله إلا الله ويكررونها، لكنهم لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها، وجمعوا بين المتناقضات والعياذ بالله. فهم لم يحققوا ولم يؤدوا حق الله على العباد الذي هو عبادته وحده لا شريك له. فهذا أمر عظيم. ذكر الله عن المشركين قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم لا إله إلا الله قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، استنكروا وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا، لأن لا إله إلا الله معناها إبطال عبادة ما سوى الله. فهم فهموا معناها لكنهم لم يقبلوا العمل بمقتضاها. أما والله هؤلاء الموجودين الآن وقبل الآن من عباد القبور ومن الصوفية الغلاة وغيرهم، والله إنهم لا يفهمون ما فهمته المشركون من معنى لا إله إلا الله، ولذلك يقولون هذه الكلمة ثم ينقضونها بأفعالهم. فهم يجمعون بين النطق بلا إله إلا الله وبين عبادة القبور والأضرحة، لا يتركونها. فهؤلاء لم يحققوا معنى لا إله إلا الله، ما فهموا معناها ولا عملوا بمقتضاها. إنه مما يجب علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا الأمر، أن ندرس معنى لا إله إلا الله، ونعلم أنها ليست مجرد ألفاظ وحروف، أو أن الإنسان يتكلم بها من أجل الأجر والثواب الذي رتب عليها من غير فقه في معناها ومن غير عمل بمقتضاها. لا يحصل أجر الذكر بلا إله إلا الله إلا إذا حقق معناها، وإلا فلو رددها عدد الأنفاس صباحاً ومساءً في الأوراد وهو لم يقلع عن عبادة القبور وعبادة الأولياء والصالحين، فإنها مجرد ألفاظ يقولها لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس فيها له أجر ولا ثواب، وإنما يتعب نفسه بغير فائدة لأنه لم يعمل بمقتضى هذه الكلمة ولم يفقه معناها، لم يتعلم عقيدة التوحيد. فالإخلال بالتوحيد ينشأ عن أحد أمرين، إما عن الجهل بمعناه الصحيح
ومعرفة ما يضاده من الشرك والكفر، وإما من أجل العناد، من أجل العناد والاستمرار على عوائد الناس وما كانوا عليه من دين الآباء والأجداد من غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وجد الناس ووجد البلدان يعبدون هذه الأصنام وهذه الأضرحة ويقول أنا مثل آبائي وأجدادي، أنا على دين آبائي. كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهو إما معاند يعرف الحق لكنه لا يعمل به جريا على العادات والتقاليد الباطلة، وإما أنه جاهل لا يدري ما معنى التوحيد ولا ما معنى العقيدة. وكلا الأمرين، الجهل والعناد، كلاهما مصدر الشقاء لبني آدم. إذن علينا أيها الإخوة أن نعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات كثيرة لكنها معبودة بالباطل، لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وجميع المعبودات غير الله فإنها معبودة بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا عرفت معناها، معنى لا إله إلا الله، أنها تنفي جميع ما عبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، هذه الكلمة تتكون من نفي وإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإبطاله واعتقاد بطلانه، ثم إثبات العبادة لله عز وجل، هذا معناه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله هذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله، اجتنبوا الطاغوت هذا معنى النفي، اعبدوا الله هذا معنى الإثبات، هذا معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. تفسير الكلمة في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لم يقتصر على قول لا إله إلا الله بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. فإن كان يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله فهو لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت، فلا تنفعه لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، الإخلاص. فمعنى لا إله إلا الله الإخلاص في العبادة، والإخلاص معناه ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله جل وعلا للعبادة.
وكما سمعتم في الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه، لم يقتصر على لا إله إلا الله بل قال يبتغي بذلك وجه الله. فإن كان يقول لا إله إلا الله وهو لا يبتغي بذلك وجه الله، وإنما يقول لا إله إلا الله مجاملة أو نفاق كما يقولها المنافقون، فإنها لا تنفعه، لأنه لا يبتغي بالتلفظ بها وجه الله عز وجل، وإنما يقصد بها غرضا من أغراض الدنيا. إذن فحق الله سبحانه وتعالى على عباده حق عظيم، ولا يمكن أن نفهمه ولا يمكن أن نؤديه على الوجه الصحيح حتى نتعلم معنى التوحيد ومعنى الشرك، حتى نتعلم معنى لا إله إلا الله ونفقه مدلولها ومقتضاها، ونستحضر هذا عند النطق بها. الإنسان عندما ينطق بلا إله إلا الله يجب عليه أن يستحضر معناها وأن يعتقد مدلولها وأن يسير على نهجها في أمور عبادته دائما وأبدا. هذا معنى لا إله إلا الله وحقيقتها ومدلولها، ولا يمكن أن تعرف هذا إلا إذا درست كتب العقيدة، كتب التوحيد التي ألفت في هذا الشأن، وتفهمت معانيها وحققت مدلولها، حينئذ تكون ممن يعبدون الله على بصيرة وعلى عقيدة. فإن لم تفهم معناها ولم تدري مدلولها فإنك تكون من الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، وما يخطئون أكثر مما يصيبون. كثر في الناس اليوم التساهل في تعلم التوحيد، تعلم العقيدة، بل ربما بعضهم يقول هذا أمر ثانوي، الناس مسلمون، تعلمون المسلمين التوحيد، الناس مسلمون. نقول يا سبحان الله، لا يكونون مسلمين حتى يعرفوا التوحيد، من قالك إنهم مسلمون وهم لا يعرفون التوحيد؟ لا يكون الناس مسلمين حتى يعرفوا التوحيد ويعملوا به، لا يكون الناس مسلمين حتى يعرفوا التوحيد ويعملوا به. ما يكفي أن يقال الناس مسلمون، الناس مؤمنون، حتى يعرفوا معنى الإسلام ومعنى التوحيد ويقوموا بذلك قياماً صحيحاً. نحن نخشى أن نقع في الخطأ والخلل والضلال ونحن لا نشعر، فيجب علينا أن نتعلم ونتفقه في عقيدتنا حتى نؤدي عباداتنا على الوجه الصحيح وعلى الأساس السليم والاعتقاد المستقيم. إنه أمر له أهميته وله خطره وله مكانته في الدين. أما أننا نتعلم أموراً جانبية من أمور الدين أو من أمور الأخلاق والعبادات دون أن نهتم بأمر العقيدة، فإننا نشتغل بالأطراف ونترك الأصل ونترك الرأس المصحح لهذه الأعمال. ولذلك ما زال المسلمون يقررون العقيدة في مدارسهم ويدرسونها لأولادهم وفي مساجدهم،
إلا أننا نخشى أن يصيب هذه البلاد ما أصاب غيرها من التساهل في أمر التوحيد وأمر العقيدة والجهل بحق الله سبحانه وتعالى، فتقع هذه البلاد فيما وقعت فيه البلاد الأخرى من الشرك بالله عز وجل والضلال، كما تسمعون أو كما رأى بعضكم في تلك البلاد من الشرك بالله عز وجل والجهل بالدين وعبادة الأضرحة والقبور. لا بد أن هذا بلغكم أو رأيتموه بأبصاركم إذا كان أحد منكم قد سافر إلى هناك. السبب في هذا ما هو؟ السبب في هذا أنهم تساهلوا في أمر التوحيد ولم يدرسوه ولم يهتموا به، فوقعوا فيما وقعوا فيه. أما هذه البلاد ولله الحمد لأنها كانت تهتم بالتوحيد وبتدريس التوحيد، فإنها سلمت مما وقعت فيه البلاد الأخرى. ولكننا نخشى في يوم من الأيام إذا تساهلنا وإذا غفلنا وإذا سرت فينا هذه الدعاية، وهي أن التوحيد أمر جانبي وهناك ما هو أهم منه كما يقولون، الناس مسلمون ولا يحتاجون إلى تعلم العقيدة، هذا شيء بديهي يقولون، العقيدة أمر بديهي عند المسلمين، بديهية. هذا كلام والعياذ بالله يجر إلى شر. ليست العقيدة بديهية وليست العقيدة بالأمر الذي يعرف بالانتساب، لا بد من الدراسة ولا بد من التعلم ولا بد من المعرفة والتحقق ولا بد من التفقه في العقيدة حتى تبقى لهذه البلاد هذه النعمة العظيمة التي من الله تعالى بها عليها بين سائر البلاد الأخرى، من أن التوحيد هو المنهج وهو الأساس فيها، وأنها خالية ولله الحمد من الأضرحة ومن القبور التي تعبد من دون الله بسبب العناية بالتوحيد ومقاومة هذه الشركيات. فإذا تكاسلنا وغفلنا وأثرت علينا هذه الدعاية التي تروج، وأن يقال المسلمون بحاجة إلى الاتحاد وإلى التجمع، ويقولون لا تذكروا العقيدة لأنكم تنفرون الناس، تنفرون المسلمين إذا ذكرتم العقيدة، كل على عقيدته وكل له دينه، هذا كلام والعياذ بالله باطل. هذا معناه أن العقيدة لا قيمة لها، وأنه يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم فقط، أو يكفي أنه يتلفظ بلا إله إلا الله دون أن يعرف معناه، يقول لا إله إلا الله ويعمل ما شاء من المخالفات ويقال إنه مسلم. يا سبحان الله، ما هذا التناقض؟ الإسلام ليس مجرد دعوة، ولا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان حتى يحقق معناها ومدلولها، وحتى يكون المتكلم بها حتى يكون على فقه في معناها، يعرف ماذا تعني وماذا يراد بها، يعرف ما يضادها وما يخالفها، حتى يكون من أهل لا إله إلا الله على الحقيقة. فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، هو الحق الأول الذي ليس قبله حق من سائر الحقوق. حق الله مقدم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسان، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال وآت ذي القربى حقه
والمسكين وابن السبيل، ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى آخر الحقوق التي ذكرها الله في سورة الإسراء، بدأها بحقه سبحانه وتعالى وختمها بحقه، بدأها بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمها بقوله ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. التوحيد هو أول الأمر وآخر الأمر، وهو الأساس، وهو القاعدة للدين. أصل الدين هو التوحيد، حق الله سبحانه وتعالى. إذا أديت حق الله على الوجه الصحيح فإنك تؤدي بقية الحقوق، أما إذا لم تؤدي حق الله فلا فائدة من أداء بقية الحقوق، ولا تؤجر عليها ولا تستفيد منها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الوالد خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، وهذه فرصة عظيمة ومعنا والدنا الشيخ صالح بأن نسأله بعض الأسئلة التي يحتاجها الكثير، وخاصة أن بعض الناس يحتاج إلى مرجع موثوق به وإلى مرجع كمراجع العلماء وفقهم الله تعالى. فيا فضيلة الشيخ، سائلا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هناك امرأة توفي ابنها ودفن وهي لم تحضره لأنها في منطقة أخرى، فأوصت شخصا أن يقف على قبر ابنها ويبلغه سلامها ويقول إن أهلك قد سامحوك وحالهم كذا وكذا، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا مأجورين وفقكم الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر عزاء هذه الوالدة وأن يخلف عليها بخير مما فاتها، ولا داعي لأن توصي واحد يقف على القبر ويبلغ الميت بأن أهله قد عفوا أو سمحوا عنه، لا داعي لهذا، يعفون عنه ويستغفرون له ويدعون له بدون إنهم يرسلون أحد إلى القبر، تعفو عنه وتسامحه وتدعو له وهي في مكانها ولله الحمد، وهذا ينفعه ويصل إليه بإذن الله إذا تقبل الله ذلك، ولا داعي أن ترسل له أحد أو توصي أحد يقف على قبره ويبلغ هذا البلاء. نعم. فضيلة الوالد، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، سمعنا عن السماح لزيارة النساء بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في ذلك؟ لا أصل لهذا الذي سمعته، ما سمح بزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يسمح إن شاء الله، لأن هذا منكر ألا يجوز. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، وهذا يعم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، لا يجوز للنساء أن تزور القبور، ولا يمكن أن يسمح لهن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمح لهن بما فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يقول: يا فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله، ثم يقول: هناك بعض الجيران يستهزئ بالشباب الصالحين ببعض الكلمات المزعجة ويستهزئون بلحاهم، وقد نصحناهم فلم يستجيبوا لهذه النصيحة بل استمروا على هذا الاستهزاء، فما الحكم في ذلك وفقكم الله تعالى؟ الاستهزاء بالمسلمين سواء كانوا من الشباب أو غيرهم، الاستهزاء بالمسلمين محرم وكبيرة من كبائر الذنوب،
قال تعالى: لا يسخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نهى عن السخرية بالمسلمين رجالا ونساء. فهذا فمن يسخر بأحد من المسلمين فقد عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم له حق وله مكانة عند الله، والمسلم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يحقره أو أن يؤذيه أو أن يسخر منه. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا، يعني يوم القيامة، يجازي الله هؤلاء الساخرين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فلا يجوز السخرية بالمسلمين ولا الاستهزاء بهم، لأن لهم قدرا عند الله وجاء ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشباب عندهم تدين فهذه نعمة من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نشجعهم وأن ندعو لهم بالثبات، ولا يجوز أن نسخر من تدين الشباب أو من تدين كبار السن أو غير ذلك، فإن هذا فيه خطر. إنما الذي يسخرون من المؤمنين هم المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فلا يجوز السخرية واللمز. ويل لكل همزة لمزة، لا يجوز هذا أبدا، لا في حق الشباب ولا في حق غيرهم. والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كل موحد يدخل الجنة أم لا؟ أفيدونا وفقكم الله. كل من لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، لكن إن كان عنده ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك، فمآله إلى الجنة بسبب التوحيد. حتى وإن عذب في النار فإنه يخرج منها ويدخل الجنة ومآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحس عندما أصلي أنه تكثر عندي الوساوس وأحاول أن أخفف منها ولكن لم أستطع، وكيف الخروج من هذه الوساوس، وهل صلاتي صحيحة أم لا؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، والوساوس اتركها، علاجها تركها وعدم الاهتمام بها مع الاستعاذة بالله من الشيطان في أول الصلاة قبل قراءة الفاتحة، فإنك إذا استعذت بالله من الشيطان فإنه يبتعد عنك بإذن الله. والمهم أنك لا تتأثر بهذه الوساوس، بل اتركها ولا تهتم بها وستزول بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في من دائما يطلب في ذكر